قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، تنسوش ديروا جيم. على يديك أزيد أخويا تشوف بعينيك وقلب بيديك راسو مقص ما كيرد هدرا ما كيرد كلام وكيعرف ماذا هو ما عليه وراه ما كيدير البيتيز وراه بلدي ماشي كروازي وولد البلاد وديال الكتيبة هادو خوتو اللي في القفز حتى هما ولاد البلاد القوة والمتانة وفي التكوكيع تقول ما كاينة أرا نشوف أنا سيدي بسم الله هاو اخو اشد شد 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 اشد شد 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 اشد الله يحمي يدي اوكي شد شد الله يحمي كل والدي شد موت فروج شد هذا فروج مليح تيجي بكل فلوس من جيك شد الله يحمي كل والدي راكي تصيد ما دير لا كاسك لا سلطة يا حميلي هذا الفروج غير ديال تريد فورك سلمت عليك في اليوتيوب وانا قلبي كيدوب الى ما شطت معايا نبقى مقلوب هاي 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 نبقى مقلوب اتفرق مع المعلم تامي هيا المتعلم الشارب شوف قول المعلم ديالك انا طالع نشوفه صافي صافي النمره غلط شكون يا معلم واحد البنت قالت لي الو قلت لها الو اش بيتي بنيتي قالت لي النمره غلط الزين ايوا النمره غلط واخا والزين لاج وراك انت زين المعلم وراك عليا قول لي شحال باش تقول لك هذا الخير 40000 ريال شحال باش تعلم حويجات واعرين هذه هي التكنولوجيا وبزاف عليا واش انا بغيت نبدا كنبيع ونشري مع العفاريت والتماسيح منين جاتني هاد 40000 ريال طردتي لهاد الشهر شدة وغفل على التهان لا وليدي زمان التغفيل مشى دابا راه ما كاينين زمان الحوار والمذاكرة راه نشوف هاد العجب اللي جبتي باش نبدا نبيع ونشري في العالم زيد هانت من غير البيع والشراء اش هذا؟ هاديك باش تدخل الفيسبوك بوك هاديك راه لوبسيون المعلم راه شاطي مع شي وحده وتشاطي معاك شوفها وتشوف لوبسيون ايوا شاطي معايا انا هو الاولى باب وجمعه واش فنش شوف خليك ريح ريح قول لي هادي ديالاش اوليدي لي جو لعب كوا وهادي عادك الشطيح والرديح والغنى صافي باغي تخرج على السيد جيب ليه القصاره كوا ها هي اش هذا مال هادو ما لابسين حوايجو سكت التامي راه لبسيو هادي انت ما عرفتيهاش ما عرفت فين دخلتي المعلم ما عرفت فين حطيت صبعي اي واحد يصبعك فين تحطو مال المعلم السلام عليكم وعليك السلام ليزا شوفي ليزا قضيت الدري انا قيدتو لك في الانعاش وقضية المعاونة نواعدك غير تجي نخلي لك البطاقة ديالك لا احنا راه جيت على غرض اخر مريال الليزة بغيتك تهضر ليا مع رئيس الحكومة باش يخدمني ياك والله يخلف عليك الليزة وبحلاوتك بغيت السلم 11 السلام عليكم وعليك السلام بيناتنا الهواتف الليزة بيناتنا الهواتف سيدي بوجمعة ويا مري وبعيني والليلة جليل والليلة أرح بيبيا بشوية بشوية هذاك الثالث من طبس الكتهرس بركة من الماء قتلني هاد الولد تبردي شوية راه كاع حملنا ولدنا
ماشي غير زايده فيه. ورا الطوب اللي زاد فيها ام كلثوم راه قال لي الحموليه بالولد كتعذب. يا شكون اللي قال لك انا باغيه الولد؟ انا باغيه البنت. ولكن سيدي بوجمعه بغى الولد. حتى يجي ولدي وغادي نهضر معاه. اش غادي تقولي لي؟ كيف شتي انا كنت حامله بالبنت وجا عندي المرحوم الله يرحمه ويغصن عظمه في الجنه. الله يرحمه ويستعليه. وقال لي بغيت الولد ويقلب. هي دابا انا كنت غادي نكون مجوجه بلا لا بوجمعه. جمعي فمك جمعي. سربي سربي ام كلثوم راه شويه والناس يدقوا علينا. ايوا مرحبا بهم. ام كلثوم جوج كليان بحال هادو ونشريو ديك الماكينه اللي خاصانا. كيشتي دابا كلشي ولا بالماكن؟ ماكينه وحده اللي مازال ما صنعوهاش هذيك اللي كتاكل. ما كثروا من الله غير هما. انا مزوقه فيك بنيتي لما دبري لي على دوك البندات البوكس لهذاك الصقع ديال خوك راه صدع ليا راسي. ايوا غيدي معايا وزيدي في دعاك الله ينعجبهم اليوم نشري ليه جوج. ويلي 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 انت كاع تبارك الله الطوله وهاد التجريده وهاد القلده وما تعجبيهمش. ايوا غيزيدي في دعاك الكبيده. واش نقول لك بنيتي سيري سيري بغيت لي وقف تعجبيه واللي قاعد حتى هو وانا دابا كتمعني عليا الوالده حيت قاعد من الخدمه ورا البوكس حتى هو خدمه غنولي بطل وغادي نعجبكم. واش انت كابطات الثلاجه طحنتها تقول لي بطل؟ راه ما كاين لا بطل ولا والو. حنا راه لي سبورتيف كاع ما عندنا مع البطاطا قال لك كتقل. ايه ودوك الحبال فاش كنشري كلهم قطعتيهم. واش مدعيتو معايا وما جبتيكم ميداليات؟ واش دعمتوني وما لحقتيكم شي واحد بالكاو؟ راه نتوما اللي معكسين. شرو لي البندات ونفرجكم. بيفرجنا في عرب ايدل. والمقدم واسي علال انا واش لقيتيها فيدي ولا ما لقيتيهاش فيدي؟ هذا راه مقدم علال كلمه وحده عندي. انت الله يعمر هضر ناقصك حاجه وحده. وعارف رجيله ياك؟ لا 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 حاشا ناقصك الصلاه والمشي للجامع. والله العظيم الا كنصلي عيني مع العكاز كيجيني الجامع بعيد غالبا كنصلي في مقاطعه انا خليفه قايد وسول كاع الباشا اللي كذبتي. الله يتقبل امين. قرب العصر غادي نمشي نطوطا باش نودن. السلام عليكم. وعليك السلام. قرب العصر على الدور داز داز مع ناس. اش كدير انت؟ قلت لك عمرك ما باقي توقف هنا. راه هنا نعماس عندنا فيه كليان ومعاهم كنترزقوا الله. واخا نعماس وانا اللي حلفت نصوم 3 ايام ولا 4 ايام. وحيد حيد من هنا تصبت حلفت عليه حيد. ايوا حكينا لك حيد من هنا تكح شويه. أرموت أوه أوه دازت على الأو أش من هو سي بوجمعة طلع لينا حنا كاع من هاد الكرة الله يهديه. عندك الحق سي علان دابا الإنسان بغا يمشي يتفرج في ماتش الكرة إلا ما كتدخل ضربوه ولا كيمشي للحبس. أنت شوف أنت شوف شوف شي هاد الكراسي شعل فيهم العافية هادو راه توبيسات وهاد العافية اللي شادة في نص الطوموبيل هذا راه نص ديال الكاميو ولا هاكا كلتو العافية ودخلت عليك بالله أش هاد الناس حمقين اللي تيهرسوا بهادشي ديالهم. واش هذا جمهور ولا جراد؟ واش كون فكا؟ جراد المقدم علال اللي فكا. دخلك بالله. ايه واش انت كاع ما كاين انت هنايا؟ واخا هذا اللي لابس كسوة العسكر انت؟ لا انت اشوف فين هي الآلة؟ انا رينا آلة. عكاز؟ واسي بوجمعة راني مستخفي، انا مستخفي اسي بوجمعة. مستخفي؟ من كيعيطوا لي انا من الفوق؟ اه سي علال وها الروح غطيح فكها باش ما كي ندير ما خصنيش نكون مستخفي. تبارك الله على الشباب. هنا هنا شحال البال ديال الداخل ولا الخارج؟ ديال الداخل ما عنديش اخويا. الخارج حتى هو ما عنديش. جيب المتعجب هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. الله يخليك إلا ما عطيني هاد الطير. هذا طروا الدين. ما نكذب عليك وجهك أنت ما ديال المزاح. هذا مقوبل. فهمتي؟ هذا عطيها للناس والماكلة بحال شي بعضي. تفضل تفضل. وهذا؟ هذا دي طروا. هذا راوي على عبد الحليم حافظ الله يرحمه. وهذا راوي على ام كلثوم الله يرحمها. وهذا
راوي على ستاتي الله يرحمه. اوه الله وجيب طوال عمره باقي بغيناه. اسمع هو السيد تلحلي حتى في بيع الشر تشري منه واخا تكون دايرها مزاح. والله لا فلتي ولا فلتي. قول يا المعلم. نعم. الله يخليك باش تنصحني. انا غادي ننصحك بهذا هو شتي دو تروا بكره هذا راوي على هيفاء وادي واد ودير عمليه تجميل فهمتي تيشطح وتيغني والدكتور دار لي العمليه على كارت فيزيت ديالو باش ما تقول كتبنا عليك ولا شي حاجه. وبشحال غادي نحسب لك 12000 ريال لواحد. والله يخليك الا ما جمعهم ليا بجوج. مرحبا سي عادل هاك واش داك الجويجه لهاد السيد وسيرطو على البراد ديالاتي حيت قال لي راوي على هيفاء وهبي باع ليه جوج ب 24000 ريال وكون قال لي نجا تعتابو دابا غادي يبيع ليه الحانوت كامله. المعلم بوجي مع حريفي شتي لي كون يجلس معايا في الحانوت نص نهار نبيع البلاغي كاملين ويقول لهم لبساهم ليلى مراد. ودار هاد التلفزيون الصغير اللي شرا ولي باس. بناوت يكونوا رجال وهني كنوصيكم. سي مانيفيك تري بيان جو سوي تري كونتون لي في سي تري بيان تري جولي ميتي سا لابا على كوزين شمي زوينه ميشيل. نو 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 سي سي با زوين دو تو سا نون بلو الوغ فوالا سا تو لي فيرتو لي ميلا اي سا لابا. او ار يو ميس هالو سا فا بيان ديد يو سي jamais have my place? Yes, yes. Oui, yes, yes, un peu. Ah, souk? Souk? Fine. Perfect. Tea fine? Yes, tea good? Very good. You like some cake? Yes. Vous allez tout de suite chercher ça. Ne bougez pas, je vous amène ça tout de suite. Un petit cake en cuisine, s'il vous plaît. غنيو الشرقي في الدار. ديزولي باينه جدا ما عندكش مع الشرقي. نخ بلاتي يدخل باك وغادي يوريك الشرقي مع الغربي بلاتي. اذا عندك مع الشعبي الوالده سمعيها. غادي نسمعك بلاتي. زيت عيني للمرايه زيت عيني للمرايه ياك وليدي للمرايه ياك ماما للمرايه امي كلتهم حدايا عاني وراك هاني قدامي هيلي هيلي هاني ما سمع كلامك زيت عيني ما عرفت الواليد ما اش عنده. انا عندي مع داكشي ديال الهيب هوب با بي او با شوي عليك اي ويلي واش معاه شد الحاله باش تعرفي ولدك باقي شاد في خاطر الوالده هانتي تحرك تحرك وترزقو بارك عليا من هاد الشهر طلع ليا في صحتي. قول باك الا ساله بالو يجي تعشى وخا وطعت لي بونجور بونجور سي بيان ici le rayon des bons camiliers. Ah non non c'est
tourner à droite, puis à gauche. Bah, et ça? Quoi? Ah oui, 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 madame, soyez bienvenue, oui, c'était ici. Entrez. Entrez, entrez, entrez. 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 أحتلوك بطل ندر على القراية غرب المملكة تقع مدينة القنيطرة مختصة في زراعة البواكر. قول باكور أجي البواكر وانت كتعوج فمك ولا كتعرف تقعد تشطح ياك لما كان معها لما نقول هذه شطح وبعدها جدا البواكر هي اللي مول الحامي انت الشرقة ما فاهمها ياك؟ فاويلي كنت حشم قالك جدك ما فاهمها والو راه الحوامض هو لو سيتخون هاو ها قوت قوت ها سيتخون هادو بواكر هادو يا غدا ان شاء الله بيقريوك الشرقي اش من شرقي تاني روالي شرق المملكة مدينة جرادة هي معروفة بالفحم الحجري منذ القدم حقا تشرو هادا الزراد زين معكم الطحيح الله يما كلثوم خليناش ناشطين ليلتهم هادي وزيدوا الفرحين بالرياض وحنا مالنا نقصوا شويه في الحوت اللي ما بغا بحق والله وما حسبوا حتى طلعنا الليله نحيح اليوم لا واذا ما جاتكش الله يخليك هذوك الجيران جاونا وهذه ليلتهم والليله دايزه باش معك الله والليله عندنا والليله عندهم حنا راه جيران يا حبيبي اوفتني يا حبيبي قلبي حايل حايل وخلتني يا حبيبي أو خلتني ورحت بقعي وخلتني يا حبيبي أو خلتني وقلبي حير حير وقلت لي راجع بكرة أنا راجع Monsieur le Mokadem, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel. Ça va bien? Ça va. Et toi? Un peu chaud, mais ça va, oui. J'aime. Alhamdulillah. Pas de bruit, pas de dérangement. Wallou. Bonne nuit, monsieur Michel. Bonne nuit, monsieur le Mokadem. Attends une minute, balaté. Une minute. Mokadem, le Mokadem, le Mokadem. أود نسأل الله يعمر هذا ورا مش حال هذا الله يعمر هذا عرفتي ربعة بحال هذا عندي في السيكتور وعندي اللباس الشريف الكترة مع العكاز ومع الدم مع الحنان وداك الشيء ديال السوسيال اليوم يبراني واه عندك تنسى خويك ما يمكنش وانت ولد البنو كبرتي معنا خاصو يخرج الشريف خمسة انت بزوان دو كوا كسوا فوالا ما كارت دو فيزيت تو مابيل Merci. Merci. De bien dire, chef. Qu'est-ce qu'on dit bien? Qu'est-ce qu'on dit bien? Elle est encore plus belle quand elle danse. مازال ما نعسيش وليدي طار عليا النعس بصداع عاد قرب بنادم اللي حدانا وفلتت عليا ديك الجليسه ديال البرلمان اللي كيديروا في النهار ايوا عسى عليهم الله يدوزها باللي ولالي يخسر خاطرك الوالده شتي هاد لوبسيون اي حلقه فلتتك في البرنامج نجبدها لك فيه ها انت فهاد اللي جبدها الله يرضى عليك هي شلتيها لا شي دابا الوالده هاد اوبسيون اي حاجه وقعت في الدنيا تيسجلها الراسو ايه لا جابها انت شوف هذا كيخوف تاع عليه هو ساكت ما كيسمعش زعما لا كي شتي دابا هادو نص فيهم ما تيسمع تيسمع غير اللي بغا شوف كضحك عليه لا الوالده هادي نحيا علاش كضحك
Fatima, tu étais rayonnante ce soir. Tu as attiré l'attention de tout le monde. Oh, merci Hélène. J'espère que je vais leur plaire tout le temps. Ça, il n'y a aucun doute. Ça séduit tout le monde et moi aussi, ça m'a bien plu. Merci Michel. Tu as l'air fatiguée, Fatima. On va te laisser dormir. Hélène, tu seras gentille, tu parles à Fatima pour moi, s'il te plaît. Je suis tellement heureuse pour toi, Michel. Je vais faire mon possible. Bonne nuit, Fatima. Bonne nuit. Je compte sur toi. On trinque toutes les deux? Mmh. À notre santé. Michel, mais qu'est-ce qui se passe avec ce bruit? Non, Michel! C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui mais se passe? Mais c'est ce coq qui nous dérange à l'aube! Ah, le coq, c'est vrai, le coq. J'ai oublié de vous le dire. On a un coq, il est bizarre. Il chante jamais à la même heure. Bon, ça vous a surpris, je vous comprends. Allez vous coucher, je vais régler le problème demain. Promis? Ouais, ben promis. Allez-y. Oui, c'est pas grave, vous allez prendre froid. Demain, tagine pour tout le monde, c'est moi qui invite. D'accord? Allez, s'il vous plaît, mademoiselle, allez. On va essayer. Allez, dodo. Allez, bonne nuit. Tu vois ce coq? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ah, le voilà le coq. Il faut trouver une solution. Ouais, mais laquelle? Parlons-en à la pâtissière. Voilà. Michel, regarde là-bas qui vient. Approchez-vous. Qui c'est lui? Je sais pas, mais peut-être c'est le propriétaire de coq. Ah, Hélène. أنا تشارج عليا مع راسك باش تكون اون فورم. داكور يبارلو كوك. انا اخذ لك شي تصويره تكون مبرع. نوض نوض شوف فيا هكاك انزل شي وحده اخرى تبوزا شي بوز زوين. بيزار لي كوم مي بخون دي فوتو. زدني شي وحده الراس راس هكاك. ارد عليك. اوكي. ما كان غير الطبرع. واخيرا وافقت الحكومه الفرنسيه على زواج المثليين. شنو هي المثليين تاني؟ زعما كوم كوا لو غوفيرنمون فرونسي ا اكسبتي لو مارياج جي. كيفاش يعني ذا فرنش غوفيرنمنت اكسبتد ذا جيز مارياج؟ هاك بحضور وزاره الداخليه والامن الوطني تم القبض على القائد واعوانه من شيوخ ومقدمين على اثر تورطهم بالبناء العشوائي. الحمد لله احنا ضابطين شغلنا، بحال هاد المشاكل ما توقعش عندنا في المقاطعه. هكا راجلي سني لي هاد الوريقات. بسم الله. شهاده العزوبه؟ ولكن هادي راه والده ثلاثه. حضرتي في عرسها؟ عزباء. سني. لا ما يمكنش انا نسيني شهاده الحياه على مرا ماتت وشبعت موت. حضرتي في كنازتها؟ حياه وانت ترزق. ايوا سني بلاتي ارادوك المدادرات. يلا سني ده ولين Je vais te laisser régler le problème avec les femmes, il faut que je la remette ça. D'accord? Ok, d'accord. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'il y a ici en français? Kaina, madame Dialkenta? Mais non, Kaina, madame Diali.
ايه سوي بيان فيني اونتخي اونتخي شوفو سابا ميرسي جو في ريستي سي محجوبة محجوبة مدام ديالي انا اتكلمي لمدام ديالهم هي بونجور مدام محجوبة ايلين سافا سافا Gâteau zouine bzèf, merci. Si tu veux une autre commande, on peut la faire. Non, non, merci. Hana, hiji, elle a le coq. Et voilà, elle a mis à jouer avec le coq. Gâteau, ça y est, vous l'avez fait, elle a été faite à la tarquette, t'as coulé à la sbéatide. Non, non, pas le coq, le coq. Coco, yo, il nous dérange, les clients aussi. Achète ta gâte. Gâte, les clés, le ferro, je dis, non. كيجري ليهم على الكليان وما تيخليهمش لا صون الله اكبر يا الفروج ديالنا هو اللي بات لينو مطال شاد الميكروفون تيغني ومسهر الناس كلها هي ياك ها باردون ام كلثوم ايكوت مدام لو كوك دو مون ماري اي موا جو ني بو ريان لوي دير جو سي با مانجي لو دبحو اش قالت قلت لك دبحو ها بالكي Attention madame, attention, le coq de Boujma, c'est lui, le réveil de l'Fajr. Yak? Oui. Ah coq. نتي عويناتي ونتي عكاك زيبش كنمشي في هاد الدنيا انت انت ما بغيتي شي تشرف يا العفيريت فين الكرسي ديالك؟ ها هو زيد زيد ها الكرسي كريم ها راختك فاطمة هادي او فاطمة ياري والله الا تفك والله الا هي بالله اش كاين فكت البارح كتبيتها في الخدمة وتخيل شكون هو هذا اللي مجيبها حتى للدرب هذاك راه الباترون ديالي انت اش دير خذ على شو سيطيني البنطات شكرا اختي سير الله يحفظك الخوادريه انت الباترون ديالي اريدك تنبولا بوسه ايتوب Mon frère. C'est un comique. Ouais, il est gentil. J'ai eu peur pour vous à un moment. Bien, écoutez, hier soir mes amis étaient très contents et moi aussi j'étais ravi. Alors, si vous voulez bien revenir à la maison quand je vous inviterai parce que j'ai l'intention de faire plusieurs soirées, ça me serait très agréable. Ça me ferait plaisir. D'accord. Merci. Je vous appelle. يا با كريم حيت انت تقوقه دغيا غدبر لك باش تحرق شنو هو بنادم وصلنا معاك دابا الهضره ديال الدار قوقه ولا ما تقوقه انت علاش كتقلب علاش كتقصر تعملني تعملني توعد بيتي وشي لي هاك باش تحلي فمك زيدي لهاد الجهه ويلي واش هو ناقص السكر في ذاته وزيداه بالحلاوه ها انت ها الرجال مشاو ونكملوها بشي حاجه اخرى خديجه هذيك الحلوه راه لايت سون سكر ما هذه راه حلوه ابنتي كون درتي لنا بناقص من هاد الخدمه ديال الليل خدمي غير بالنهار راه ملي كتخرجي وانا مخلوع عليك ما كنلقى راحتي حتى كترجعي وبارك عليك من الطبوحات راه خنت الليل هي اللي فيها التيسير ياك بلا ما تخاف عليا بابا راني خدمت في واحد الرياض مولاه الله يعمرها دار وقاوري وممكن يتزوج بيا ماما الله يكمل عليك بخير يا بنيتي فرحتيني بشرط يجي خطبك من هنا كيقلبوا على شي مره باش طيب اليوم كوزينه مغربيه ندوي لك معاهم ولا غير دوي لي معاهم يا بنيتي على انا كرهت بشرط تجي تباتي في دارك وانت قاعد تما برك عنايا بالشروط شد شد مص مص هاك 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 وسكتنا كان قلبي مولاه كان قلبي مولاه تبارك الله على ام كلثوم الله يبارك في ليلى مراد فمي غير دايز ليا بالما هاد الايام عرفتي ملي كنت كتحم في ولدي بوجمعه كنت كتحم على القنفوت كدير في الماكله ديالو وهو بنين ولديد ولكن انا ما كنتش كناكلو شنو كنتي كديري به الله يرحم مسيو ويوسع عليه كان كيجيب ليا قناوه ويحطهم في ديك الجهه اللي ملهيه د الرياض ويجيب القنافذ ويطلقهم ليا في الجهه الاخرى د الرياض وقناوه خدامين شاختي عرفتي وانا كنتحير
ونتهز لك حتى للسما ونجي على عينك فيا ونهز لك القرفوز ونحط لك على قرش شي وانا محيره كنجذب وكنوا خدامين داك تشتك تعطي يسخ داك القرفوز ونعطى نحطو ونهز واحد اخر وكنوا خدامين حتى كنولي كلي المايات في الحقيقة حتى انا كنت وحن على واحد الحاجة وحشمت نقولها لك ايوا غير قولي شي اللي كتحب كتكون بلا عقل كنت وحن على بالربوش صافي يوم في العشية لالا نطيب لك واحد القدرة فعلا تركة وكلي حتى تاكلي صبعك معاها لا ما بغيتش ناكله واش بغيت ديري بيه هو سارح وانا تابعه هو سارح وانا تابعه حتى نتصخصخ ما كدتكش هتصخصيخة المسخصخين مع الجيران دلوين ها؟ اللي كيبيتونا سهرانين ويصدعونا وفي الاخير جايه شني ولا قالت لك كتشكى من الفروج مصطفى ما كلتهم راه معاهم الخدمه رزق الله ما عتباش كنعيش باللارش قبل ما يجي الجراد وين شفتهم كلهم عشرين درهم هادشي اللي عطاوني الناس ديال البنكه سلام مساء الخير مساء الخير سي بوجنا دا سالتي مع البنيه بغيتك واحد الدقيقه واخا شوفي دي الكفه لماماك وقولها راه نقدر نتعطل شويه غنبقى مع عمك بوجمع السلام عليكم الله يعاونك على البنيه اودي لا عاوننا على الماندا ديال امك الا سوايع على وين اه الماندا ديال امك الا فرنساويه لا انجليزيه ما كداوي انت معصب مالك ايوا المهم ساعه الله انت الجلدات اللي قلتي لي ما كاينش في السوق ها ما دبرت لك فيهم ديروا له كواز ارجع نيشان اش من نيشان واش تلي مول العكاز سي بوجمع أه؟ عندك شي مشكل انت لا ما عندي حتى شي مشكل راه داك اللي اي والله سيدي لا عندك مشكل راه داك اللي والله الا عندي مشكل ها اللي قلنا ومع من مع الكول شتي هاد الكول كيولاو دايرين لينا سالينا يدخلوا بشويه بشويه هذا راه استعمار اخر شي نهار يديروا الباريال في المدينه يحلفوا علينا لا دخلنا عندك الحق وين قلت عندك مع مشكل هاد ماشي الجار اللي هنا اللي عنده الرياض اللي تيبات مسهرنا ماشي شكون هذاك العيم اللي خداك ميشيل اسيدي ميشيل رياض رياض ويدير فيه اللي بغى واش تا كاين شي واحد كيدخل لك في محلك احترم راسك الله يهديك احترم راسك هو انت واش كاين شي خدمه في نصاصه من الليل ها ولا انت كتخلطك بالنوار ها اسمح لي راه حنا خوت وجيران شويه الاحترام الله يهديك خوت وجيران يقولوا راسك زينا زين السلام عليكم وعليكم السلام اي 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 الله يرضى عليك قول اش بغيت تقول قول صحبوا هنا ذبحوا الفراش لا غادي نذبحوا الهد هد باش تشرب من الدم ديالو وتولي ذكي انا راه ذكي انا بغيت نقول ليه اش هو عندك ما تقولها المكلخ شت ديال الثلاجه هذا تا هو نديرو في الثلاجه لا لا سير الوالده من هاد البروج قالت تيدخلوا خرج الهضره انا ماشي باش الناس صداع مع الجيران جات اليوم خت من الشركه تشكى منه يا حليلي ولدي ولادي جبنا التبريه من عند الكول بجمع ذبحوا وهنينا واش انت حمقى كلتي ذبح ولدو انا راه كنهضر على الفروج اللي جاب لينا الصداع مع الكاوري واش دخل الفروج في هذا الشيء قال لك اسيدي كيف يقوم مع النبوري ما شافوا شي هما راسهم اللي كيبيتوا نصرانين سيدي بوجمعة الا كان هاد الفروج غنجيب الصداع غير ذبحو لا محجوبه هذاك الفروج هو اللي ما غادي نذبح سيدي بوجمعة انا راه ما سخياش بالفروج وما سخياش بالكليان راه معاهم الربح لا محجوبه حتى انا ما سخيش بداك الفروج هو سبب الربح وتيفيقني الفجر غادي دير ماكينه ديال السترسار وغادي تفيقك وقتاش ما بغيتي انا غادي ندير ماكينه القهوه راه الا ما سمعت كوكي تيطلع عندي النهار حول Heh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 
السعلة هاد وريدك يا فين نسيتيها؟ كي جاك هذاك الكادو نتاع مسيو ميشيل خلاه لقيت بوكادو تقول عندهم مرس مزيان عندك يشوفك لقيت بهاد الحالة هادي وشوف شحال انا ما مرشتو عمرني قلت لي شي حاجة كون كاين العاق انا نبني مقاطعه ونكون فيها انا القايد بوحدي ويولي القايد هو نقدم علان هيا بكازي هيا بكازي انا دابا هذاك علاش متكيس ليلي انت اللي ولتي جبدك في شي قيد بصراحه انت راه هو القايد مالو انا كنت في التلفزيون انا شي مقاطع معروف بيا مقاطعه لقيده اللي جميل المنستفز ايوا ولكن القيده الا انت راه عندك مشاكل مع السلطه والحساد وكل المنتخبين شميتك داوي على البيشة من المنتخب وعيدك شي كل شي في جيبي هذا بنتا والبشا خوش انو البشا البشا هك عديين حيت قلت لك اخوك في الحرفة هذاك هل انتم دابا خرازة؟ حنا انسيو حنا السلطة سيد البشا الصراحة بركة هي قيد قيد علي بايزة شي بركة وسيد البشا جاي ها هو جاي واحد اثنين ثلاثة الاربعة خميس الجمعة السبت غادي لا زادوه شي تورني اخر غادي يولي هو وزير الداخليه ومن فمك الربي عليكم السلام السلام عليكم بونجور اللي يخليك لابوتيك ديال السي بوجمعه راه الحانوت ديال المعلم بوجمعه راه هي وراه هو فين واقف كيعطي الزوال للفريخات شكرا شكرا ميرسي المعلم بوجمعه مشى بعيد ولا كيبيع ويشري مع الكور دارها لي تبارك واحد النهار تلقاه امين الصنايعيه دابا سيمانه يولي لك وزير الصنايعيه بونجور مسيو بوجمعه بونجور مدام غونفلور ماروكان الصناعة التقليدية تيصلح للثياب وتيصلح كليماتيزو هانتي شوف لها ما جيناش على قبل الرابوز نعم جيتو على قبل الفريخات هنا هو تيستي مزيان جينا على قبل الفروج السي بوجمعة ودخلت عليك بالله مدام واش انا بنتك جيجي لا الفروج اللي عندك في الدار الفروج اللي في الدار لا هذاك ما نبيع ولا نشرى ولا ما البيع ما الشراء ذبحوا هنينا راه كيصد علينا الكليان وما كيخليهمش ينعسوا هاكا دابا عاد فهم يقول لي دابا هذا هو ميشيل جاري اللي كيبات مسهرنا بلي باف سي موا ميشيل سي توا ميشيل وي سي موا ايوا قولي ليه بلي هذاك الفروج ما البيع ولا الذبيحه فهمت يا بنت العم ولا ما البيع ما الذبيح حنا غادي نعرفوا اش غنديروا داكشي اللي بغيتي ديروا درتوه
فضلتوا الكور على ولاد البلاد. دخلنا عليك بوجه الله، لقينا حنا شي ولد البلاد وقلنا لا. باردون باردون. على انتم تشوفوا الزين. سير 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 خذ بحال. اي بوجبار كومبيان سا بوزا. Moi je vais l'acheter le climatiseur. C'est là, c'est tout neuf, c'est beau. Bonjour. Salam alaikum. Alaikum salam. Ah dis donc, il est beau votre bureau. Merci. Et calme. Hein? Bon. السلام سي بوجمع. عليكم السلام. على سلامة الحبيب ديالنا ولد دربنا. اش حفت الخطر؟ القضية هما فيها بغيت. ايه شنو قدم؟ واحد كات زيانات هاي. خذ. دوز عندي البلايصة المعلومة رانا باغيك. ولا جبت ندوز عندك السي علان؟ بغيت تعطيني لاكارت الرامي؟ أنا ما محتاج لهاش الحمد لله. عطيها لشي واحد مسكين اللي تستحقها. راه عندك مشكلة سي بوجمع. عندي مشكل؟ ميشي إذا جا كيشكي تاني على الفروج، وأنا اللي قلت لك جي راه خصك تجي. صافي سهلة أنا غادي نجي ونشوف هاد المندبة كبيرة والميت فار. عرفتيني مناش باش الفار يا وليدي يا عادل، نعود معاه مش. السلام عليك. وعليكم السلام. إوا الدار مشيت. ابو جمعه ياك لاباس شنو مقدم جا عندك؟ لا جا مصد عليه على قبل الفار على قبل المش يا ودي على قبل الفروج. شكون هذا الفروج عاوتاني؟ الفروج ديالي الفروج ديالي ولا ليه الشام وصلت خبار حتى عند المخزن. يا دابا اللي باغي يقضي شي غرض يمشي عند الفروج. دابا تطنز عليه التامير. دابا الفروج انا بغيت يديني الحبس انت شاد فيا. انا كنبسط معاك ابو جمعه حرام عليك الله يبعد عليك يكحل الراس. راه شاف الراس هذا ما كحل الراس راه مع السلاكه. راه داك كاسه يا الشاف سبحان الله راه كلها ورزقه. حط هذاك الشيء من يدك انت غنشرحها. راسي كيضرني ما تيما يهضر معاه. اه طنمطي. اشناهو؟ الموس باش لا جاب بويض بحنا الفروج تيري لنا فيه شرفيسه. صح صار انت ما تتعرفيش. ياه. هي جدا هي اللي تتصرع. سير اوكي. اش كتقلقم انت تما؟ امتت لك الموت باش تذبح لنا الفروج. واش دخلك انت فشي فروج؟ سير هز كتب كودو داف السوايع ديالهم مزيان. واش معاك ياك لاباس؟ شتك جيتي بكري؟ شو باش ما كاين ساعه لله. اه ماشي عادك هادي. لا لا كاينه شي حاجه. جير انا خيز الزمان. كنا ما ولدي هاد ماشي اللي حدانا جا محيا حياه على الفروج وجاب معاه واحد المولي اللي كبطر الدراسه قاوريه بزز وجا هذاك المقدم تاو تيتبوب عليا بيبان عليا قالك دوز لعندي. ها قلت عليك راه هادي هي ضربني وبكاو سبقني وشكا هي هادي. ايوا بوش مع ملي وصلت القضيه المقدم صافي الله يعطيك الستر الا ما سعفني هذاك الفروج يا اما ذبحو يا اما بيعوه هنينا. صافي انت اختي لك ليا ارزق الله وهذاك الفروج ما غادي نذبحو ما غادي نبيعو ولا هو محيح على الفروج انا غادي نحيح ليه على هذوك السهرات اللي تيبات من سهر الدرب كله وتيخليه بلا صلاه وكبر هاد الصغار. واش بغا يوقع في ملك الله؟ اش بغا يوقع؟ We'll be right back.
الله العظيم لا الشومه الجاله وهي اللي ولا وقعت باش تعرف بلي كتموت هي على هاد البلاد. انا معاك وجميع السكان معاك والبديع اضلب. شكرا سي حسن. بسم الله نعمس وقع وبنيه حسنه. قاوين راه جارنا قول لي تاويسني. لا هو معاهم. يلا يلا نقضي حوايجنا واللي كانت يكون لها الله. سي حسن لا يخطيك ولا لا يخطي عليا الجيران. او سويفون. اه فين او سويفون وليتي منهم ولا الفقيه فيني. سلام العكس انا مولاه هذاك الفروج والله ما ندبحو ولا نبيعو. القضيه هي هاكي غادا تولي فيها مضايقات السياح فيها مشكل دبلوماسي فيها ازعاج الغير وغادي تخلق لنا العداوه بيننا وبين ليه. هادشي كله داروا له الفروج وخلاها كونطغنو. القضيه راه غتدخل فيها سيدي وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه وزاره السياحه وزاره الفعاليه المغربيه المقيمه بالخارج منظمه حقوق الانسان القنصليه العامه وانا انا لا تحيدني من بالك الشريف. شتي قاعد ولا ما حضروش ليهم الدواء انت فيك الخير والبركه. الله لا سوقرتي لعبه لان داك السيد كيحيح وفي محاله وبخبار المخزن. اه وهنا انا هاد الفروج تيكون كاع في البيت الابيض تيكون كاع في داري وانت المقدم كتقول كل واحد حر في دارو وزيدون حنا جيران وخوت. ها لا تباس ويا واسي مجمع ويا راه كل مسألة عندها حل. هاك ما شربتيش العصير هادو ماشي مهمين ما دايمينش ما دايمينش هادو ما دايمينش ها اللي دايما السيد. بوجمع هاد الكسوة هادي تجي مع بنتنا ياك حبيبي بوجمع. نعستي ياك ويلي وليتي كتنعس كالس ما درت حتى انا اللي حاملة. حتى انا حامل. حامل المشاكل والهموم. شتي يا بوجمع على سعفتيني انايا هذاك الفروج بيعو انا ما كيجبد لينا غير الصداع. واش انتي معايا ولا ضدي؟ انا ضدك ياك رانا مرتك زعما دخلت عليك بالله وحق الله تصاحب واش اختي من بوا سيبوش مع هذاك الفروج ملي كيبدا يكوكح راه تيفيق الناس كاملين. واش بندير ليه؟ بيبرر ولا ندير السيلونسيو؟ انا راه كان تيكوكا تيعجبني الحال تنفرح حيت تيفيق ديال الفجر. ايوا الا جات غير التكوكيع هو عندك هنا في الايباد ريقلو ويفيق لك وقتاش ما بغيتي. لا هذاك ميتاسيون هذاك الشيء الفري هو اللي عزيز عليا الفري. ايوا ناس جاك ناس ايه صباح الخير. ميرسي. غادي للحج ومطهرين وغاسلين ودير الاحرام ايوا سيد الحاج غادي انا وياك في الطياره شو
شويه شويه وهي تقول الرعده خاف قلق الله خاف. واش وقع عاوتاني يا سيد الحاج؟ الطياره وقرات. ايوه قدمنا ليسانس شويه شويه حنا اتفقوا حنا الرجال الحجاج قلت لهم نزلوا باش ندفعوا بالطياره حيت بقاو فيها العائلات الحجات شو حنا بزاف ندفعوا درتها مارش الشيفور ما عرفش كيفاش يحبس زاد وبقاو الحجاج اللي بقينا بقاو تيغوتوا بيزيد عليهم انا زكا 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 وانت تفيقيني ولكن انتوما مشيتوا حجيتوا وبقينا حنا الرجال في الزنقه فوق الضباب. ايوا نعس نعس سيد الحاج وما تنساش ترد الحجاج للطياره. حتى هذا كلام نعاودوا للحجاج. شوف الجيره رجل يباركوا لينا رجعنا من الحجنوت يا خليتي لهم حقهم من الماء ديال زمزم يا ودي زم زم ونوض نوقفوا هاد الناس على حدهم اللي جالسين مصدعيننا مالهم ما خايفينش منا Okay.
هاويلي امي لابسه سروال مرتي. دبري معاها. اجي مكتوم اجي لعبة بغلي تنحسي ياك ام مكتوم ياك اجي وانا تنكو سروالي فين تلف ليا كيسخن ليا ظهري. ايوا وانا شكون اللي غادي يسخن ليا ظهري؟ شوف وجمع يعطيك سروالو. مسيو المكادم. ميشيل صافا با بيان صافا بروميييرمون باركو مسعود واخا ما عرفتيش عليا. وي سي فري جو ديزولي جي اوبليي دو فوز انفيتي. دوزيامون سي فيني بور لو فروج سي فري. وي بيان سير سو كوك. اتون موي مينوت. انا سيدي علال. علاش من سيدي علال؟ شنو بغيت؟ اتاي شنو ندير لهاد الشيء؟ هاك 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 هذا بيا هاك شديد ميشيل. والله الا سوسيال بالله. هاك سبحان جعل خزائنك حنوني سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عني همي وغمي فرج. سا سي با ان كوك هذا جن هذا. مي سي با بوسيبل لو موك داب لا دي المقدم سي تا مونتور جو مون اوكوب. ياك لاباس مالكم فايقين على النبوري؟ السلام عليكم. سلام منامي. انت اسكت ياك كنقول لك ما تعود تقول الهضره حتى توزنها. صافا ميشيل لاباس اي فو صافا بيان؟ وي صافا تري تري بيان الحمد لله. شتمان صافا من عسنا ما شفناه. ويلي ياك با بغيتي تقلبيها مع الراجل من النهار الاول. On parle de coq chéri. Mais c'est vrai qu'il est gênant, il chante toujours jamais à la même heure. اش قال سيدي؟ قال لك لا لا ملي كيعولوا يبغيو ينعسوا الفروج كيديرونجيهم. وهاد النوبه ملي يعولوا يبغيو ينعسوا يطلعوا يهضروا معاه. كوك لو فري بروبليم شيري سي بوجما. فيني بوجما اون بو با لي غورجي جو فو بيان موا ما اون فا با لو فير. هذا ما فيهش الحياه وما كيعرفش حق الجوره. دعيو للمحكمه المخزن ما بغات حد. شوفوا راه كاين واحد الفصل في القانون فصل. وين تسكت؟ لا اتوي بون ابيتي اكرويا زيد سبتي زيدي. ايه ايه ها ها تيست تيست محكمة. بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الملف رقم 23/2013 المدعي ميشيل فابيو. Je suis là, monsieur le président. سميتك وسميت امك وسميت باك وفين كتسكن والجنسية ديالك. Monsieur le président, je m'appelle Michel Fabio, fils d'Arthur et de Madeleine. انا غادي نقول لي شفنجي. لا مادلين سميت مرتو. سكوت. Je demeure à Saint-Joseph Ben Ali et je suis de nationalité française, c'est moi le Gauri. Le mudda'a alayh Boujma'a Ben Ahmed. Le Mati, le dakhou yasir f blas tikoun ta wa Boujma'a lod. Boujma'a Ben Ahmed. Anod tharrad. Bonjour monsieur Boujma'a.
شنو هما زدي حجي الهضره كيف داير؟ انا وياه في النهار الكحل هو بارك عليا بونجور سي بوجمع. سكوت سكوت شويه. سميتك وسميت باك وسميت امك وفين كتسكن؟ سميتي نعم سيدي بوجمع، امي ام كلثوم، با فريد با احمد، وكنسكن سان جيرجيف لو فيس دو علي. اش قلتي؟ سيدي يوسف علي اون فرونسي. زيدك واش انا بغيت نتيري فيك؟ هبط يدي واخا حيد يدك من جيبك. الزينة جينا هو زيدك اليمنية وقول اقسم بالله حتى نقول الحق. بسم الله اليمنية. اه اليمنية اقسم بالله حتى نقول سيدي الحق. والانسان راه ما تيدي معاه غير شبل وربعة ديال الصباع فهمتي، والدنيا راه فايتة باش بمعط الله، والكذاب راه تيمشي لجهنم. عندك مشكل مع جيرانك؟ الله ودي الجيران لا، الله سبحانه وسع الجار، وانا ما عندي شي مشكل مع الجار. عندك مشكل مع جارك ميشيل على الفروج؟ اه ميشيل ايوا هو عندي مشكل مع الفروج وانا مالي. عندك ما تقول؟ عندي عندي. تفضل سيدي الرئيس، النواب المحترمين. سيدي الرئيس، المستشارين. انا نعم سيدي عندي واحد العاده وارتاح على جدودي، هو ديما تنشري في الروج وتعيش معنا في الدار، وملي تيموت تنعاود نشري في الروج اخر تنبلاصيه في بلاصه داك الروج اللي مات، حيت هو اللي تيفيقني باش نصلي الفجر وتندي الفريضه ديالي نعماس، ومن تما تنخرج للسوق. جا هاد ميشيل هو يشري نعماس ديال الريض حدا الدار ديالي. زين ها واخا نعماس اسمح لي نعماس. هيا حاشاك نعماس، هاد ميشيل تيجيب الكليان ديالو في الليل وتيسهروا وتيشطحوا وحنا صابرين. ناض هو قال لك نعم سيدي تينوض الفروج وتيكوكع مع الصباح، وشي ميشيل دار بيا دعوه وهذا الشيء اللي كاين نعماس. زيد كمل. الله طفى نعماس. شنو ولا طفى؟ لايباد. سيد الرئيس شوف بيني وبينك نعماس ما عندك شي شارجور يكون عنده الراس صغير، الا كان الراس كبير ما غاديش يدخل في هذا لايباد حيت عنده الراس صغير. واش بغيتي دير محامي ولا بغيتي تدافع على راسك؟ انا القضيه نعماس انا اللي ما عجبتنيش، القول كلهم تيموتوا على الفروج والشعار ديالهم هو الفروج وهذا با يذبحوا. واش ما فهمتش؟ واش دابا تجاولنا حنا منين تيمشيو للالمان ها تيقولوا لهم ذاك الناقوس ديال السمعه ديالهم اللي تيدير طن 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 يقول لهم احبسوه. ماشي داير جوج ديال المحامين. استاذ برك برك على البطون برك على البطون. الأستاذ محمد عهد بن سودا من مدينة فاس. ماتخ تيست برك على الباب. فخر خويا ماتخ ناغيمان بن أني جهة دوكالا أبدا. وانت ما بغيتيش دير محامي؟ بلاش وبيني وبينك المحامي ب2000 درهم والفروج يدير 100 درهم. ايوا سيد الرئيس الى هذا الفروج ساق الخبار بانه هو المحامي ب2000 درهم راه غادي يجي يدافع على راسو ويدافع عليا. لا با بوجمعه شوف حنا غادي نتفرضوا وغادي نجمعوا لك 40000 ريال ونديروا لك المحامي. سكوت 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 انا معكم سكوت. هذا مسمار واجنا تطرقوا أرام سمر الآخر. إوا سير سير الله يسلط عليك إن شاء الله شي مشي ولا شي بوكرش بحال أنت هنا مصطعب وجمع وما يجي منه. زين زين غاتشرب لا غمالي تيتشرب.
مشى بيا والو، غير طلعت لقت الفروج ما لقيتهاش في القفص. اوي كيفاش ما لقيتيش في القفص؟ هذا ما يكون غير في بوجمع جهزه. واش بوجمع واصل عليه المحاكم وكتقول لي جا وداه؟ راك واقيلا دايش هاد ليه؟ شي داك الحماق ديالك خليه عندك، ماشي داك السير امي الشين حيت بغا يولي كليان ديالك دودي تخبري الفروج. هذا انا ما غادي ندوز عليك الان ولا بوجمع. الجلسة ديال السلطان ناقص كعي الحريم. طارو داك الشيء راه كبير عليك. شكون اللي قالها لي؟ هو اللي غادي يقولها لي. يلا نوض جاوب معاه. ما فيها تاكل لا شوربه ولا شيء. يا دره ما جبت شوربه، هاي لحمه تازه. رجع باش تعشى وجد راسك باش ندير معاك الدروس في الماط. هاي اللحمه نيه راح نحطها. السلام عليكم. الله يولي. غادي ندير مع فتك الدروس ديال الماط. الله يجيك على الوالده. تنضلو تنطيرو في السوق مع الطيور وباغي يغرب لنا الحساب ديال السكوينه ديالو. ولا الثاني يا در انه فخامه السلطه نطلبها باي لحظه. وطاجين، واش من طاجين هذا؟ شحال هادي ما شميت هاد الريحه هادي ملي كنت صغير. عندك تقول لي الوالده ماشي انت اللي طيبتيه. الصحه والراحه بحال بحال. كي شتي انا راه تلميذه ديالها. قالوا لك مرضان. ولا لا دابا انت هي مولا طبطا. بسم الله. والله الا بوجمع على درتيها زوينه ديتي الفروج وهنيتينا. انفور انفور انا طلعت للسطح كنلقى القفز محلول والفروج ما كاين. قلت انت ديتيه وانا ديت شي فروج. فين جا الفروج؟ والله با ما طحت السطح بالقسم الراس. ويلا كنت نحفظها جدك عسولة وحق الله. كمل اولادي غير عشاء. واش معاها؟ والله علاش ما خليتي حتى تعشى ولا خليها حتى الصباح كاع عاد نقولها لي؟ لا وها ما قلتهم خاصني نقولها لي باش لما فاق في الفجر برد فينا الغديد وحيح عليا. برد انت الليلي. الو الو وي هادي باردون شكون بوجمع؟ عادي لا دوزي لي عادي بوجمع. المعلم هذا فيه الفرح تيخليني حتى نتكونسونطرا. نعم المعلم. الو عادي عادي ايه انا في الدار المعلم. يلا لقيتيني حتى العشاء وبغيت ناكل حتى عيطت عليا. هو الاول المعلم تخيل تشويت تشويت نجي عندك المعلم هو الاول. نوضي نوضي يا الحبيبه عاونيني نسمع هادشي باش نسدو الضهر. ايه سيري سيري وخليني هنايا. ما يمكنش يا الحبيبه. علاش؟ غادي نقبو كليا العصافي. اش انت مخرج في هاد النصاصات الليل ياك ما جاك بغطات؟ الفروج هو اللي خاطمعو فيه. واش ماشي الحماق هذا؟ طلعوا للسطح وحلوا القفص زاد الفروج. ها ماشي الحماق هذا الله علم لاهي راه هرب ولا ياك ما طاح عليه شي ملغوط. سير الله يخلف لك يا ولدي يا سي بوجمع. ودي ما نتلاقى مع هذا الملغوط ونطلعت انا وياه مزيان. عمدرا المعلم لقيت الفروج؟ ما لقيت والو ولدي عادي. المعلم جميله راه عندها واحد البلان واعر. جميله كي داير هذا البلان بنيتي؟ حبيبو. نعم حبيبو. قول المعلم ديالك غادي نقلبو في سطولات الزبل وغادي شمشمو ولي لقينا في رز الفروج راه هو اللي داه. اش قالت اولادي عادل؟ قالت لك جميله المعلم غادي نقلبو في الطوار وغادي نشمشمو مزيان ولي لقينا فيه الريش راه هو اللي داه الفروج. اييه اييه زيد زيد سمعوني. يلاه الحبيبو صبري له زيد زيد. يلاه الحبيبو شوفني 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 زيدي شوي زيدي. لا لا ما كاين.
ما كاين والو. لا الريحه باينه ما كاين والو. ها هو لقيته مقتول. مشيت يا مسكين. الله اويلي وي خويا بكاس الماء اويلي غادي يحل ليه. الحلال ما كيوحلش والحرام ولا كيوحل. قولوا 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 بسم الله يطعمنا حلال. الله يرحم والمعنى يا ربي يا مين يا ربي لا تكسح بابا دجاجة جبتي لنا اليوم. وفين عمرنا بنيتي انا جبت لكم شي دجاجة؟ هذا راه فروج وبلدي ياك ما كينعسموني والكبورية وعلى عرق الكتاف. اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا ربي. قولوا امين امين يا صدر ربي. عجيب معلم ديال فيو اجاج. واش هاد الحبيبه ديالك بنادم ولا سلوقيه؟ سي علام انا راه هاد الخدمه كل مره بالليل خيطي بيطي راه ما عجبانيش. وكي ندير كل ما خدمت الليل غنجيب لكم انا هاد الخير. لا حول ولا قوه الا بالله. حبيبي اولدي بلا ما تفكس راسك تفهم بلا ولباس. شوف الروج شي فروج اللي طاح لي فيه العجب هو هذاك المقدم ما عرفش كي داير تطلع للسطاح عندنا وحل القفز وهز الفروج. عرفتاش غدير؟ غتمشي عند القايد وغدير به لونكيت وغتقول ليه بلي هجم على الدار فيها جوج العيالات وغرق الباب شقر. هي راك غادي طيح لي بنتك. سكتي محجوبه. اييه داكشي اللي يليق. صافي الوالده غدا غادي نمشي عند القايد ونقول له بلي المقدم تهجم على مسكين الغير. واش انت غيتقد على المقدم؟ بجمعه دوزت نعس. مالو اللي ما عنده سيدو عنده جيبو. لا اختك الوالده اجيتي لهنا؟ مساء الخير السي علان. مساء الخير ورا النهار قريب يطلع. اسمح لي من النهار عقلت على راسي ما باقيش تصدو ديال الصباح باش غادي نعرفوا صباح ولا ليل وخدمتي كنديرها غير بالليل وكنرجع لها بالليل. بحالي سبحان الله خدمه الليل هي الزينه. ايوا خذ لي كذبه كيط الكارو دوز باغي السيرفيس. اجي لهنا بنيتي ما تصرفيهاش ليا فلوس. فهمتك خليها عندك وغنزيدك على 100 درهم. لا وياك لا 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 حنا السلطه متبوعين. شوفي عرفتي ما ديري تقليها بشي 5 دراهم وملي تكوني مدي ماريا لوحيا. يلا مشتك مشتيني يلا. ايوا حتى هذا نظر. مساء الخير السي علان. مساء الخير. شتي الدرب كيهاني ما كاين لا مشاكل لا والو. راه هادشي علاش كنبقاو سهرانين حنا بالليل؟ عرفنا اللي كاين السي المقدم هنا يخطينا مخزن. قول لي خصك الكارو. علاش؟ كاين واحد الباكيه 20 درهم ساكا وريكلام. والله العظيم انت اللي كتفهمني في السماء وانت السي علان بالله الذي لا اله الا هو. ويلي رحنا ولاد الدرب خصنا نحسوا ببعضياتنا هاك الباكيه. قول لي وخلا كونترنا هاد السوسيال ما خلاشك شي بوكادو؟ لا لا ما خلا لا بوكاديوس ولا كرعين ولا روز ولا تقلي. شويه الاحترام شويه الاحترام بوكاديوس راك مع مقدم قلت لك بوكادو.
ما خلاش ما خلاش. يلا اعطيني العشرين درهم. علاش؟ لا وياك وياك، احنا السلطه متبوعين. ديرها في قبي. لا لا لا، انا بو جمعه تنعرفه مزيان، بحالو بحال باه. الله ما يبيع تاريخه. لا واش غرافيتو دابا يندم وما يلقى اللي يعطي فيها الثمن. انا يمكن تعطيني الفروج بوحدو. ها تنبيع هو الكوبي ديالو. الكوبي واخا شحال فيهم؟ بجوج. بسم الله. شكرا شكرا. بسم الله. الله 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 يعطيك الخير نعامس. عقلي هاكم الثلاثة. واش شتي فاش كنخرج؟ شتا هذاك راه فروش اللي تحت الجلابة. أنا بعدا تيبان ليا دجاجة. لا الدجاجة هي اللي عطاها لهذيك المرأة اللي عاودت قلبات فيها البيع. شتي هذيك المرأة اللي شتي راه مرت الدجاجي. واه إيه. الله 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 يعطيك الخير نعامس. مرحبا. مرحبا، كل شيء عندك كاين موجود. شتي حتى قلنا هنينا من الفروج وصداعو وهو جاب لنا عاوتاني واحد اخر. دابا تشوف الاختيار الراجل اللي كيحكم في هذا الطريق. انا راه خايفه غير لا طاح فشي زنيره اللي تندموا على الفراج وما يجي منهم. ايوا لا 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 طاح لا تفكيه شاي. ادخل حتى سوق راسك وصيب لنا شي قديوه بهاد الحيمات هادو. يلا وياك قلت لي ادخل سوق راسك. اي 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 دغيا ولات كثر لك ياك. ولا لا لا يفقسك، راك عز عليا الضيف الصغير في كريشتك. صيب لنا الغديوه. وملي انا عمرت الدار علاش جاب واحد اخر؟ ايوا صافي صلي على النبي وصبي لنا الغديوه. هاي 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 محال، واش يكون هذا هو البيرو ديال المحامي؟ علاش انت محال؟ راه هنا عندو البيرو. راه هو المحامي فين قاعد؟ شتي كيبان مكالمين وديها في خدمته. هذا راه ما عندوش مع الضجيج. اجي اش بان لكم نسبقوا الكاتبات ولا ندوزو عند المحامي ديريكت؟ ابو جمعه الله يهديك، راه حتى هذوك محاميات. ياه يلا زيد زيد. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام سي المعطي، اش اخبارك؟ لاباس؟ الله يبارك فيك. كما فسرت لك سي المعطي وقولها للاخوان كاملين، انا راني محامي ومحامي مهم، فهمتيني؟ يعني خبره خبره. الا احتاجيتو لشي حاجه ولا نوقف معاكم شي حاجه انا موجود. العزاوي شدوا السلاح. المعطي علاش اخويا السلاح؟ الله يهودي كذا سلاح؟ هاد السلاح استاذ. قول لي سلاح. جن عندك هذا عفريت يا جديد. عمر عمر معك، عمر واحد المدفع. ولو هذا استاذ هو المعلم بوجمعة اللي داعيه ميشيل على الفروج. ها هو غادي يحكي لك النزيله بنفسه. ايه تفضل السي بوجمعة انا كنسمع. هي القضيه استاذ ما فيها؟ نشوف خلي القضيه واللي فيها حتى نمشيو لغرفه العمليات. غرفه العمليات واش هذا طبيب ولا محامي؟ محامي. تفضل معايا سي المعطي. تفضل معايا انا سي المعطي.
تفضل معايا سيدي. كيف سبتكم اخوان سمعتي راه اذا احتاجوا شي حاجه ولا بغينا نسير محجوج المجمع نوقف معاه في شي حاجه لا لبث كتجي تطلع هو هذاك. صباح الخير على لالا كنتوم. صباح الخير ياك ما كاين فاش نعاونك. بارك الله فيك الله يجازيك بخير. واللي في النص كيقرد البصل انت الا عندك شي شغل انا نعاونك. قولي لي لالا كنتوم اش باقي درتو في هذاك الفرج اللي تمخر ليكم؟ شتي داك الفروج ما تمخر شاي لكن في الروج ولد الناس مشى شافيه لحبابو ويرجع انت مولات الخير. ايوا التالي انا لالا كلتهم هاد الفروج بقى داير المشاكل بين السي بوجمعه وميشي الراجل بنتي فاطمه التالي راح شو ما يوصلوا للمحكمه. اكذب عليك كذاب الا قال لك شي واحد يقدر يغير افكار ولدي من راسه سمعتي او الله واقف يوقف معاه في النقد والابرام. واش نقول لك لالا كلتهم الله شاهد عليا الا كون شتي اش كندير الميشيل على قبلكم ولكن راه ما بردو ارتاح حتى لقيت لكم واحد الحل ان شاء الله ان شاء الله اللي غادي يرضي الجميع. ايوا لالا ملي يرضي الجميع سمعيني اني نسمع. بسم الله. قلت لك سي بوجمعه واش هذا اللي دزتي عنده واش قادي غليظ وعنده واحد الخاتم غليظ حتى هي ولا واحد القراح راه عنده واحد الكرش؟ لا لا ما غليظ ما عنده كرش هذا واحد باقي جون زوين وعينيه تقريبا خضرين. رشيد هذاك رشيد هذاك ان شاء الله الا كان غير هو القضيه عندكم غتكون مربوحه. يا دابا الخبره بلا ما تمشي معنا ياك شكون اللي غادي يمشي معاك لعندو؟ قول لي شكون غادي يديك عندو؟ اذا انت وسادي غادي يدينا لعندو معلوم غير خصني نمشي نبدل واحد. اش تبدل؟ هاك تمشي معنا نخيقي زويون. ماشي نبدل غادي نمشي نبدل كل المجهود ديالي ان شاء الله باش القضيه ديالكم تكون مربوحه ان شاء الله. راني الخبره انا. حنا معولين عليك استاذ. نعم الله تربح هذه القضيه هذه. عاون عليك غير خفف علي يديك شويه خفف يديك. انا بغيت نقول لكم انتم كاملين خصكم تمشيو لجمعيه الرفق بالحيوان. ايوا واش ضريك في هذه الحله لالا كلتهم؟ لالا خديجه قولي لي شحال من درجة عندكم في الدرج باش توصلي داك السطاح؟ هو في الحقيقة الحبيبة عمرني ما حسبتهم. ايوا نزلي حسبيهم قبل ما نجي نرمي كنام داك السطاح للارض. يا مزيان تبارك الله جيتو سكنتو وهججتونا ودابا بلا حشمة بلا حياة جاية كتساوميني باش تبيعوا الرياض ما حشمتيش. نعلط الله يوعليك. نعلط الله يوعليك؟ قلتو؟ ايوا المعيار هذا. حسبي كيف ما بغيتي اخذ يديج. ايوا لالا نمشي نحسبني في الدروج عيق البريق. اكو البريق عيق كاع ما يعتق على الحريق. اهو تفضل. جلس الارض جلس. انا المحامي بغيت المسؤول. هي فين غادي يا ابو جمعه فين غادي المسؤول؟ راه انا المحامي انا اللي مكلف. السلام عليكم. عليكم السلام. اش خص الخاطر سيدنا؟ انيسه اسمحي لي اولا نقدم لك نفسي انا الاستاذ نور الدين المحامي لهيئه مراكش وهذا الموكيل ديالي بوجمعه عنده مشكل ديال الفروج. او استاذ الفروج عرفت هذاك الفروج مع شوقع هذا المشكله المعطي مع ثلاثه ونص ديال الليل هكا دخلت العصابه ودقدقوا كل شيء. هذا الشيء اللي كاين وكانوا غير العيالات استغلوا الظرف وما كاينش رجال داروا شرعيتهم
وداو عليه ظلما وعدوانا. حتى طاح حكومه. ايه طاح حكومه، حكومه طاح مصطيحه ماشي. استاذ هذه راه جمعيه الرفق بالحيوان ماشي كوميساريه. ايه يا استاذ حنا دابا جينا على قبل الخروج الفروج ديالي. سكت ابو جمعه سكت. هو يا انسه انا غير بغيتك زعما تساندي الموكل ديالي وتأزري في الدعوه اللي دار ليه ميشيل ميشيل داك القوري القوري هذاك. دابا فهمت، ولكن قبل ما نقول لكم واش الجمعيه ديالنا رفضت ولا قبلات غادي تجيبوا لي الملف ديالكم ونفصل. هو في الحقيقه غادي نجيب لك انا الملف كله جاهز. سيروا بدلوا الساعه اخرى غير سير سير. انسه شوف انا هادو راه شويه الكلمه لدفاع المدعي ميشيل فابيو. سيدي الرئيس، السادة المستشارين. برك برك لا برك على البوطون. إن موكلي سيد ميشيل فابيو حاول لمرات عديدة حل النزاع بينه وبين المدعى عليه السيد بوجمع بن حمد. أستاذ والله إلا كتب عليا بالله راه المحكمة هادي راه ماشي محلابة. سكت سكت دابا أنت. إلا أن هذا الأخير رفض بشكل قاطع مدعيا أنه لن يتخلى عن الديك. راه فروج ماشي الديك أستاذ. وسكت سكت. ولو أدى به الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. أوكي دوي بحال أنطوني كوين. أبلتي نود ديالنا عمر المختار وتشوف شنو غادي. سكت. لكن سيدي الرئيس، السادة المستشارين، موكلي نظرا لاحترامه جاره واحترامه القوانين المنصوص عليها قرر وضع قضيته بين أيديكم للنظر فيها بكل أمانة، ولهيئتكم الموقرة واسع النظر. شفت المحامي ديالنا اللي كاع ما كاين هنا ما سيق لهم خبار مجهد. إلا كانت القضية مضمونة لاش غادي يضيع الفرص. سكت. ما تخدك ولا عبدة تفضلي. سيد الرئيس، السادة المستشارين. شتا زوينة اشنو ظن علق لها شي بركة؟ مالها بانت لك فاطمة بنت الحسين. إضافة لما جاء على لسان زميلي، مون كليون دو ناسيوناليتي فرونسيز مسيو ميشيل فابيو. ميرسي ميرسي. إي كونو بور سا توليرونس جيران، سون ريسبي الإنسان، إي لا بروتيكسيون دي الحيوان. مسيو بوجمع بن أحمد n'est pas arrivé à comprendre ses qualités jusqu'à présent. Et il a mis fin à un taayush pacifique. Elle est extraordinaire, cette avocate. Le monsieur aussi, hein? Bien sûr. Mon client a demandé à M. Boujima qu'il dbahe le coq ou lui bille à la maison au prix qui lui plaira. Mais M. Boujima a zedvi. Il a acheté un deuxième coq pour aqad la situation. إلا بغيتي تقاضي على هاد ميشيل غادي تجبد ليه ديك الممثله اللي كتقول للمسلمين ما تدبحوش الكباش. سكت. هذيك بريجيد. سكت. برضو استاذ دابا الدواء كاينه كاينه على الفروج راه ندافعوا حتى على الكباش ياك كلشي هادشي حيوان. دير واحد القضيه انت حسن كاع. نعم. خذ هاد الكسوه لبسها ودافع في بلاصتي انا. راها شنو هي؟ الكسوه. سكت عليا لواحد. سكت سكت خويا. أطلب من هيئتكم الموقرة دو قبول لا بلانت لو جوجمون اون فافور دو مون كليون، ولهيئتكم الموقرة واسع النظر. اي ميرسي. ناريمان بن اني جهة الدكلاء ابدا. الكلمة لدفاع المدعى عليه بوجمع بن حمد. سمع الدفاع المعقول. غادي يسد لهم الفهم كاملين. على غير يجيو كل محامي غادي يحاميهم كاملين. اسكت اسكت. سيدي الرئيس، حضرة المستشارين، اش بغيتي؟ الميكرو استاذ الميكرو. تورقين تتقعيد مزيان. سيدي الرئيس، قدم راسك قدم راسك. نور الدين الخبرة من المغرب. سيدي الرئيس، حضرة المستشارين، في إطار الشفافية والنزاهة، أجي شد لي هذا، شدوا راه أنا كيبرصني هادشي، في إطار الشفافية
والنزاهة والديمقراطية والديمقراطية والنزاهة والديمقراطية خدمة 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 حيد عليا خدمة للصالح العام. أطلب من محكمتكم الموقرة تأجيل هذه القضية لتهي الدفاع وشكرا. تهنيتي صلى على النبي ونقرد أنا وياك حين الله يخلف هاد سي بوجمعة. شكرا سي بوجمعة. شكرا علال، بغيت نصحك واحد النصيحة لوجه الله والجرى اللي بيناتنا. واش هي هاد النصيحة لوجه الله؟ علاش ما تبيعش هذاك الرياض مسيو ميشيل وتشري شي خربة وعطنا الخرابي؟ هذاك ميشيل بيني وبينو المحكمة. الله تغلط انت بالله، راك هكا تخربق. واش تغتقد على مسيو ميشيل في المحاكم ولا في فلوسه؟ انا راه خايفك تندم. شوف كلمة واحدة تنقولها، هو الصلاة على النبي. اللهم صل على الحبيب. المخدم اجي نقول لك، واحد السيد الفروج ديالو نقز طحن الجيران، هذاك الجار قبض الفروج ذبحو كانو ها ومول الفروج يدعيه ولا ما يدعيهش؟ اي لا ما عندوش الحق يدعيه، لان هذاك اللي تبرعو كان الفروج ما عارفش مول الفروج، اذا حلال عليه. لا هو راه فراسو مول الفروج. حلال عليه يا خويا. اه سيدي الله يخليك لينا بركه، تتحلل وتتحرم اللي بغيتي. خويا ابو جمعه دبرت لك على واحد المحامي. دخلت عليك بالله اول ضحتي هذا. الا فات التدوى كيسكت كل شيء، ولا سكت كيدوي كل شيء. اصلي تبارك الله عاد ولد خالتك ولا ولد اختك ولا شي يجيك، وترى واحد المصويطه في فمه واحد قبول عطاه الله في لسانه. Bon, écoutez, on va pas parler de ça maintenant, j'ai pas le temps, mais 14 000 dirhams pour des fleurs, c'est trop cher, mais dis donc, je peux pas, je suis pas disponible, d'accord, je vous rappellerai. Merci. ولا شد معايا الضد وما بغاش يكتب يطلقني، على غير هو بوحدو اللي قاوري. علاش الشيطان يا هاد البنت؟ ونوضي ردي الحوايج بلايصهم، اقعد يلا رد في محلك. ما قعدش اللي ما كتبش لي الرياض كيف ما وعدني. علاش انا ماشي مرتو ولا ما نستاهلش؟ لا راه عرفناك مرتو، ولكن شتي الا بقيتي على هاد الحال، راه غادي يشد معاك الضد وما غادي يكتب لك حتى حاجة. يا الهبيلة، يا الهبيلة، الرجال راه كيبغيو تبي الحيز. شوفي، غادي تبيني ليه الربح وتلقاي راس المال في جيبك. يا ماما الله يهديك، انا راه ما كنعرفش نكتب الحس. انا نوريك تكتب الحس، انا نوريه لك. شوفي انا غادي نبلاني لك واحد البلان اللي غادي يزيدك للخير. زوينه اش تصورتها كاع مزيان. ماشي داك البروش تاوش ما باغيش تفرق لي على بنتي. لا عمي راه يطلبتني على واحد البحث، حيت بغات دير بريزونطاسيون في المدرسه، داكشي علاش. اه توبك اللي خاصكم بحث. واش انا غنبقى مقابلكم مع بجوج في هاد الدرب؟ ها هو الفروج وانت بنتي. وحق الله عمي ما كنكذب عليك، وحق الله حق الله. شتي حتى ما لقيتيش لي ربيك؟ غنصيفطك للمقاطعه وغنعطيك التعليمات للمخازن يا ربي وكل خازن الاخر. ماك الله السي المقدم ربيه، مالو هو قاتل الروح ها؟ ولا سارق ولا لقيتيه داير يديه في قبك؟ اش؟ انت راه كنضحك معايا بحال ولدي هذاك، وانا راه خايف يهرس لك هذاك البيسي وباين غالي، راه خاسر عدت ديالو هذاك، ماك انت شاريه ليه؟ سير ولدي سير سير. ديالو هذاك؟ ورا منو عاد شي على الاطفال. اه شكرا اود السي المقدم على هذه الملاحظه، الله يجزيك بخير. سي بوجمعه. نعم. ما دراش بقيتي درتي في القضيه ديال ميشيل؟ اللي دار الله هو اللي غادي يكون. سي بوجمعه. اش كاين؟ ما درا خويا اش بقيتي درتي لي في الجلدات ديال العكاز. سي بوجمعه. خويا راه غير داز لي قد السيمانه. اشوف ميشيل يشري لك الجلدات. واش انت زعما كاع ما بغيتي تحشم ادوي ولا بغيتي دير بحال اختك؟ انت كيسحب لك ايلين من همك ما داها النعاس، السيده راه مقابله الرياض وكتقانيهم صحاح. عندك الحق يا ولدي، ماشي حتى تحل فيك شي كفره وتولي حال فمك. حنا الرجال راه لو حلت فينا شي كفره كتبقى واحله فينا حتى نديوها معنا للقبر. اها انت تقعد بوخ في الشرجم ناض. عندك الحق الوليد، انا راه قمت على غير الصوب لي الوراق وتصوبيني، ماشي باش تجي تقلز ليا هنا في البلاد. على الاقل كاين بنات راه ما هكا كيديروا. لعرض الله لا ما تبعدوا منه، شي تيقول ليه الشاشه تيقول ليه الرا، خليو الدري يعيش حياته كيف ما بغاها.
وشنو زعما شنو بغيتي يدير بحال اللي رديتي ماشي بحال العدو ادوي وبغيتي حتى هو يدير من إيلين بالنقص. لا بنتي كون رجعتي لراجلك ميشيل سي ان غران طوم دافير. اوم دافير ايوا ما رجعش بابا ايوا نفرض ولا لا ما رجعتي ليه شي شكون اللي غادي يعيشك انت وشكون اللي غادي يعيش هذا اللي قرا حتى حماق وتخر بتقطيع الحبال فاش كنشر كان غير انا وانتي وكريم وفاطمه في دوك فلوس التقاعد اللي كنشد قاد نوفيتينا ليه واتكلنا على فلوس التقاعد انا بعدا قاد براسي ومازال نولي بطل ونعجبكم وانا معاك اخويا كريم يتوب ويصرف المكتوب على الخوادريه وراني ما عنده اختي تعزى بحياته وهذا في حد ذاته سيدي الرئيس حضرات المستشارين التدخل في شؤون الغير والتضييق عن راحته سيدي الرئيس ومجهاد هذا الأستاذ وخا ضعيف وكيعجبني بهذيك سيدي الرئيس إن موكلي هذا مواطن حر حر في بلده حر في بيته حر في تقاليده التي ورثها عن أجداده وإن دل هذا سيد الرئيس حضرات المستشارين على شيء فإنما يدل على أنه مواطن حر نعم سيد الرئيس مواطن حر وما أحوجنا لأمثاله ومش هارف يا ميشيل شفتي غير هاد أحوجنا بوحدها تفك المشكل وكما جاء على لسان زميلتي في الجلسة السابقة وأكدت بأن السيد ميشيل بحكم جنسيته يمتاز بحسن الجوار هل تناست أن نحن المغاربة أهل الكرم نحسن الجوار ونحترم الجار طبقا لشريعة الله سبحانه وتعالى ورسوله سيد الرئيس كلام زين هذا إلا كان الأستاذ على وضو سكوت دفاع المدعي عندك شي تدخل؟ نعم سيدي الرئيس ليكون في علم زميلي الأستاذ المحترم أننا في أمس الحاجة إلى ميشيل موكلي لأن بأمثاله كننميو السياحة وكنجلبو العملة الصعبة اللي صعيب في هذا الوقت نحصلوا عليها فكيف يعقل سيدي الرئيس أننا نخسروا مستثمر اللي غادي تنفع منه البلاد على قبل الفروج Oui, monsieur le juge. Je porte à la connaissance de mon محترم collègue que nous avons besoin de monsieur Michel. Voilà. Car voilà. c'est un élément porteur de développement touristique et de rentrée via de devises. هل-t-il raisonnable de perdre un عنصر essentiel pour un simple فروج Monsieur le juge, il est zanzan. Mais je vais le smito. سيد الرئيس كيفاش غادي نخسروا تقاليدنا وهويتنا على قبل المستثمر بغى يخنق راحتنا ويفرض علينا ثقافته وتقاليده سيد الرئيس حنا خصنا نشوفوا مصلحة البلاد ونشوفوا موكلي اللي غادي تستنفع منه على الأقل واحد العشرين عائلة ولا 30 وي مسيو لو جوج نو دوفون ريشيرشي لانتيغي جينيرال ديال البلاد استاذ مولاي الخير شوف نحن في غنى عمن يعاوننا ولا ينسي لا ما عندناش غرض حنا بهذا الشيء وزيدون وان كانت له كاع هذه الغيره المبالغ فيها فليستثمرها في وطنه يمشي يشوف اش يدير سيد الرئيس واش نسب الرجل غادي يطمس لينا افكارنا يطمس لي طاقته هو يعترضها علينا هذا الرجل ما غاديش يستعمرنا هنايا لا جبت لك انا قلت الفرنساويه مازال ما لا واحد شي حتى في الله
الناس كدعى على شي ورتي اللي عندهم كتير وهما مداعيين على فروج دايرين ضحكة فروسهم. ما تديش عليها أمي كلثوم، هذيك السيدة مرت راجل مهم. نعطيك مهم مهم يوره لي يوريك من دار لك عوينه وشتي الوسخ اللي خرج منها لداخل كل وسخة قداك سباكيتي ديال الطليان. نوض 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 بركة. ايوا مرحبا بك عندنا لاله جميله الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله من كلتو وغادي نديرو في الرياض. ماشي غير الرياض، وحطها في القاعه ان شاء الله، حيت تبارك الله ناس مهمين عندنا كتير. ومرحبا بكم حتى نتوما، الخير راه عطاه الله. ايوا الله يطلق سراحه يا مكلتو. يا ربي امين. صحه وراحه. الله يعطيك الصحه شويه عليك. بسم الله بسم الله. السلام عليكم. سلام عليكم. لساتي لك جبا الصحه والراحه. Alors je t'emmène où, tu me dis? Au salon de beauté, mon chéri. Au salon de beauté? T'en as pas besoin, mon cœur. Oh, c'est gentil. Mais ce sont des détails de femme. Alors, tu vas en avoir pour 2 minutes. Je coupe pas le moteur. Tu es adorable, mon chéri. Mais non, ça prend à peu près 1 heure. 1 heure? Bon, très bien. À peu près. Le brushing, ça prend un peu de temps. D'accord. Merci beaucoup, chérie. Tout à l'heure. Prends ton temps. Attends, je crois. Tu veux te laver mon âme? Non, non, attends, je vais montrer qui ça. Oui, Michel. Hélène? Ouais, écoute, j'ai réfléchi, je vais retirer ma plainte. Parce que je veux pas d'histoire, moi. Boujna, il est chez lui, il est dans sa maison, il a le droit d'avoir un coq, qu'est-ce que tu veux? C'est les us et coutumes, faut s'y plier. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait avec les clients, alors? Eh ben, les clients, ils vont s'y plier aussi, voilà. De toute façon, il y a 2 heures de décalage, alors le coq, il va chanter plus tard. Ça arrange tout le monde. Ok. Ok, d'accord. On se rejoint. D'accord. Ok. C'est qui? C'est Michel. Ah oui. Ah, mais quel tourma. Arti. عمري ما سخفت في الحمام بحال اليوم. وانت سخفتي سخفتيني معاك حتى انا. والله اللي خدتك عليا. وحيلك على خير. يا ربي امين يا ربي في هذا النهار. الله. هاش غادي نديرو؟ ما حدنا حدا القزار. ناخذوا شي شهيوه نديوها معانا. ربي. ابي كل تورم. انا مزوقه فيك يا سيدي ربي. اجي انا بنت انا مزوقه ديري شي حاجه. اش ندير؟ هو خرج لي راسه. خرج ما لقى فيني خرج غير هنا بخاوي لي قزار. انا مزوقه رضا. اشي رضا بالزربه. ربي يرفعك يا سيدي ربي. غادي نموت. اش تحمي بعد تموت وانا كعيط لباك. مامي عطي تليفونك يهضر فيه. ويلي ما بقات لك راه جوج فرانك طيب قضيها. هكا وليدي هكا عيط لي بالبورطابل هكا. ربي ربي نفعك. ويلي ربي ربي والنبي وحسب لنا فاطمة الزهراء وقفوا معايا. ربي انا في الجامع تيصلي. سير عيط للطاكسي عيط للطاكسي. امي كلثوم غادي نموت.
هذه هي الاخره ليا الله يرحمني ويوسع ليا. ايه شحال مرات انا كنت اقول بغيت نموت وهذه هي الاخره ليا وكنعاود ربي ملي كيبان عويناتو كيتنسى وجعاتو. الله اشوفي غبزلي ليا البنت الله يرحمك. ياكي ياكي امي كنتم كتشفاي حيت قطعتي الواد وجف رجليك. دغيا دغيا هز 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 اولدي سير بدي امي انت اوليدي ها وانا الله ابي انتي جيب الصطوله جيب. كيتو شدي بشويه عليك بشويه الله 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 تدعو سيدي يا ربي يا ربي شويه سيدي الله يجازيك بخير شويه عليها الله يرحم والديك. واجب الوالدين من بنى بيتا يذكروا فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنه. تعاونوا معنا الله يجزيكم بخير عاونونا الله يكرمكم. على هاد الدوله ما قدرتش تبني لكم جامع. بالعكس كتبنيهم غير حنا بغينا نديروا ليه الترميم لا ريباراسيون. Qu'est-ce qu'il raconte là ? Il parle d'une restauration de la mosquée. Ah oui, c'est vrai que. Zien, restauration a dit. Michel, c'est une bonne œuvre. Oui. Kruya, tiens. 2000 dirhams. Et voilà ma carte si tu as besoin, triate. Zarabi, tapis, tout ce que tu voudras. Tu viens me trouver, je suis à ta disposition. On s'arrange. Chocolat, bzaf, bzaf. Allah, 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 حنا جيرانا تتقولها المحكمة. تعاونوا معنا الله يكرمكم. الله يتقبل سي بوجمعة. اللهم امين سي بوجمعة. قلت لك بلي داوي مع النصارى صافي تصالحتوا. اسيدي تصالح معاهم انت انا ما عندي ما ندير بهم. اربعة المرات هما تيعيطوا ادير المحكمة الوالدة ياك؟ ايه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أنا السابو جماعة الله يجازيك بخير. ما عطينا شي تميرة. أنت تستاهل كربة ديال التمر ماشي غير تميرة. شوف الوالدة تعطيك الشوكولات. ألا السابو جماعة بغينا التمرة باش نديرو لبنيتها السواك. آه يا أخي بسم الله. أنت لي على البنية عطيت شحال ديال لي ميساج تيجيوها. شوك عادي المساجات والله ما انا وبسيفه سي بوجمعة البنت تبارك الله زينه وكتشبه لختي محجوبه. ربي يخليك. اه سولني انا شحال ديال التمره دوزت وشحال تلمحاين وديك الساعه ما كانش عندنا الشاط كان عندها غير الشانطي. عرفتي شحال نصبط تقبت. كيفاش كتحشم فيا قدام صحابك زعما راني نفيسه. شت شي شيشه قولي يا وليدي اش غادي نذبحوا على هاد البنيه؟ تيذبحوا خروف ولكن انا مع هاد البنيه وفرحان بها غادي نذبح جوج خروف وخروفه لكوبل. الله يبكي ما عنده لهايا مشات والعرس خلاته معايا ما عرفت نردعو ولا نسلولو كيف ندير انايا مومو يبكي ما عنده لهايا مومو يبكي ما عنده لهايا. وهذه عرفتها دابا انا اللي بغيتك تعلميني هو شنو هو الفروج بالفرنساويه. هو لو كوك وبالانجليزيه ذا روستر. دابا هما ما كيتشابوش. لا ماشي بحال بحال كوك. وبوجمع فرنساويه يا بوجمع وبالانجليزيه تا يا بوجمع. سبحان الله هو ما كيتبدلش هادشي اللي عطى الله. الو قبيله ملي كنت كنعيط لك ما بغيتيش تجاوب دابا ملي نسيت نحفظ في الدريه عاد سير تبرزطني. شوف نقول لك قال لك القيد وجد ليه فروج بلدي كون قياس بيبي. يلا وايه لا اليوم هو. السلام عليك. والراجل سمعتك كدوي في التليفون على شي فروج ما فروج ليش بغاه القيد؟ تا
سير ما بغى له قايد لا والو، ابغيتو انا حيت بوجمع عندو السبوع خصني نمشي نبارك ليه. هاكاك ايوا سيدي، حتى انا بغيت نمشي عند اختي محجوبه نبارك ليها. ها اه بابا ماما عندها الحق، خصنا نمشيو نباركو لخالتي محجوبه. مبروك الزياده سي وجمع. مرحبا مرحبا. كيفاش؟ ها 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 تفضل كريمو. السلام عليكم. الله ودي الناس اللي بعاد جاو وانتم اللي قرب جيراننا تعطلتوا. ايوا الخير اما مضخم ولا ضربوا حجره للمنخير. ايوا عرض عليك المارياج بروندي دابا بوجمع. الله يكمل بخير هاد الدبه كاين. غتجيب لي شي كادو؟ ميداليه. ايوا مزيانه. اجي تعال معاك الملعب. الله يخلف. مرحبا. مرحبا باب الخير. مرحبا. اه بونسوار سي ميشيل. ميدي. اه انت هو مرحبا به. نو انا ميدي. اه انت مهدي ميشيل. مرحبا. فوالا بو مسيو بوجمع. بسم الله سي بوجمع. انا. ولاش عندك في راسك الخير موجود؟ انا اشبي دجاجة. بور لو كوك. باش يولدوا بوكو فاروج. مرحبا. تفضل تفضل تفضل. ولكن بو ديك الساعة كان تجيبوا بلدي. وراه قاورية هذيك. نجيب لك بيبي اللي غادي نجيب لك. مرحبا بكم والعقوبة لعندكم ان شاء الله. مرحبا سي علال. مرحبا. هذا بنتي مرحبا. هذا اللي تقول جينا بدينا خاوي. بسم الله سي بوجمع تربى في حضنكم ان شاء الله. الله يعطيك الخير. تفضلوا بسم الله. تفضل سلام. مرحبا يا سيدي الخير. سي بوجمع شت بعيني قبيلي جا عندك باش تشيلو نسابة اش كانوا كيديروا؟ دار الفرن. بسم الله. بغيتي تعرف ماشي اش كاين عندي في الدار؟ ومعلوم راه خدمتي هذيك ولكن جات على خاطرك تحقق. دابا انا ولدت واخا هذا نهضر وليدي ابو جمع. الباع مولا هذا الفروج. اي راه الباب صافي من كيلو. تبارك الله راه وازن انا. ها كامل في الفيرما هذاك راه صاردي وليدي وسمين. قلب قلب شغلك عاد شري. شد 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 بارك معروف. هاني هاني انت اللي باقي تاخذ شي وثيقه. شو هادي خصو يسيق لها القيد الاخبار. ايوا دابا تيعيط القيد على خاطر. اسوي بيان فيني ميشيل. خويا بوجمع شكرا غدا لاشا اندي. Parlez pas bien mon arabe. Je vais vous le dire en français. Demain on continue la fête chez moi. Ah, shukran. Merci Mehdi, merci. Oui. Je suis heureux que vous soyez réconciliés. Il est gentil. Mais on est tous heureux d'être réconciliés, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Attendez la bonne nouvelle. À Paris, je vais organiser une exposition de l'artisanat marocain. Et vous allez tous y participer. Ah. Et voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'on va visiter aussi. Là, Paris. La Koutoubia parisienne. On va tout visiter, tout ça, ensemble. Ah, merci, merci Mehdi, merci. Alors, je vais vous montrer.